زينة أخدتها عشان هي حفظت سورة الكوثر، حفظت القرآن. زينة ربنا يجعلها يا رب من حفظ القرآن. تعالي سمعي سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن أعطيناك والأبتر. يعني إيه وانحر؟ كده. يعني إيه بقى؟ يعني نذبح الخروف. نذبح الخروف في العيد؟ شاطرة. السورة والتفسير. فهنعمل لها دلوقتي مفاجأة. ايه ده؟ جاهزة؟ جاهزة. يلا تسخن وبعد كده نحط الايه؟ السكر. ريحتها وحشة. دي ريحة السكر. الله فرحته. السكر ضرب فينا. بس ما طلعتش. تسخن وتلف وتطلع بعد كده السكر. بنستر بقى على العدسة من السكر اللي هيطير. استنى بادي وشك بادي وشك عشان سخن. لا لسه ما طلعتش لسه ما طلعتش. طلعت قماش يا موسى. ابتدت اهي ابتدت تطلع. اوبا اوعى الغزل يا عم الحاج. انا غزل يا بحب مع القط. انا قط. ايه ده بس يا نهار ابيض كبيرة كبيرة؟ عايزة كبيرة. مش بمزاجي يا حبيبي. تعرف ليه بعمل لك ده؟ اه. ليه؟ عشان انت حفظتي سورة الكوثر. هي المكنة ايه يعني؟ حلوة بتجتهد يعني. بتطلع بس ايه؟ برضه امكانياتها السين حلوة بصراحة. ما نعملش مجهود كبير. وده كان غزل البنات. شكرا. بدل بلاك فرايداي هشتغل على الهابي فرايداي. عملنا شويه تخفيضات كده الصبح والمفروض ان انا دلوقتي اقعد اكمل الباقي. بس لازم اعمل قهوه. مكتبي لا حول ولا قوه الا بالله. فعلا وقت ضيق واحنا النهارده ما نزلناش غير تلات حاجات من العين تخفيضات. طيب احنا محتاجين نعمل ده. تعال ناخده معاك تاني. خلاص خلصت التصميم بس نزله على هابي. بوست نزلت المج عليه تخفيض من 65 ل 55 جنيه. شغل فنادق. طيب انتوا دلوقتي شفتوا البروسيس بتاعه الديزاين ده اللي احنا عملناه بتاع هابي ونزلناه على الصفحه وكده. احنا بادئين صغيرين جدا بس احنا عندنا حلم كبير قوي. يعني احنا ثلاثه شركاء والمشروع ده مش زي ما انتوا شايفينه خالص. احنا مش محل هدايا بالمناسبه. كل ما هنكبر الناس هتبتدي تفهم احنا بقى عايزين نبقى ايه او عايزين نوصل لايه ان شاء الله. طيب النصيحة السريعة اللي انا عايز اقولها من كل القصة دي او من اللي انتوا شفتوه هي المهارات الاساسية للناس اللي بتعمل بيزنس بالحجم ده. الناس اللي زينا كده الصغيرين اللي هم عايزين يعملوا بيزنس وبادئين من الصفر. الست اللي في البيت اللي بتعمل اكل. الست اللي في البيت اللي بتجيب حاجات وتبيعها ادوات منزلية او كده. الست اللي في البيت اللي بتعمل كروشيه. الولد اللي بيعمل تيشيرتات وعايز يبيعها على النت بس ما عندوش شركة او هو ما اسس شركة او مش عارف. اتكلم على ناس حجم البيزنس بتاعهم صغير جدا. في مهارات اساسية لازم تكون عندك
ولازم تتعلمها. فانت كل حاجه في المشروع، يعني انا مثلا عندي مهام متقسمه، انا شايل التسويق وشايل ديزاين ومش عارف ايه، حد تاني معايا شايل الشحن، حد تالت شايل الحسابات، مقسمين قصدي المهام ما بيننا يعني. لكن انت لوحدك، فانت محتاج تتعلم شويه مهارات اساسيه كده، خليني اكلمك عنها سريعا. منها الجرافيك ديزاين، مش هتبقى رقم واحد في العالم، لكن هتبقى بتصمم الحاجات اللي انت محتاجها. محتاج تعمل تخفيضات النهارده، انت عندك تخفيضات ومش عارف ايه، ممكن تجيب صوره من على النت عليها 50% تخفيض مثلا، لكن ممكن تتعلم بس شويه مهارات اساسيه في الفوتوشوب مثلا، ازاي احط اللوجو بتاعي على ال 50% دي، الصوره اللي عليها 50%، ازاي اكتب اصلا 50% على الفوتوشوب، وازاي اعمل اللوجو بتاعي مع الصوره عشان انزلها. يعني المهارات الاساسيه اللي محتاجها في الفوتوشوب هي كده، انك انت تعمل تصميمات بسيطه، تحط اللوجو بتاعك على صور منتجاتك، تكتب سعر المنتج، تكتب مش عارف معلومه عن ايه، الحاجات دي كلها محتاج تسرش عليها، محتاج تسرش على ازاي اكتب تكست على صوره على الفوتوشوب. دي حاجه يعني تافهه جدا، وبقى في ابلكيشنز على الموبايل بتعمل ده كمان، بس دي مهاره اساسيه، مهاره التصميم. لان النهارده اللي بيدخل على النت اكتر حاجه بتجذبه الصور، انت بتشاير حاجات طول اليوم، تصميمها عجبك اللي مش عارف ايه، الصفحات اللي انت مشترك فيها بتاعت البراندز الكبيره، تودو كيك ومش عارف، كل ده تصميم، كل اللي بيجذبك دي تصميمات. التصوير، تصوير المنتجات، انت ممكن ما يبقاش عندك كاميرا بروفيشنال، بس بتصور حلو، لانه الصوره هي اللي هتوصل للناس شكل المنتج. واحد مثلا حاطط لي المنتج كده بعيد جدا ومصوره صوره بعيده جدا، فانا مش شايف تفاصيله. يعني المنتج محتاج انك تقرب منه شويه، تصوره بشكل بروفيشنال بحيث انه يوضح للناس. احنا بنعمل ده بتولز ضعيفه جدا، ما عندناش كل حاجه، بس بنحاول قدر المستطاع ان احنا نعمله صح. يعني بنقرا شويه عن اللايتنج، نقرا شويه عن التصوير، استوديو صغير في البيت كده، يعني هاتي كرتونه كده وسرشي على تصوير المنتجات من البيت، وصوري منتجاتك بشكل بروفيشنال شويه مع الديزاين، تقومي حاطه اللوجو عليه فتدي شكل حلو. لو انتوا 10 بتبيعوا كروشيه، لو صورتك واضحه وتصميمك حلو، ده هيديكي ميزه تنافسيه الماركتنج او الديجيتال ماركتنج، يعني التسويق او التسويق الالكتروني. لانه مهم جدا انك تبقي عارفه الصفحه بتدار ازاي، وازاي اجذب الناس، وامتى انزل البوست، ومش عارف ايه. الحاجات دي كلها بقت مهارات اساسيه لازم تتعلم. فالفيسبوك مهاره اساسيه، او السوشيال ميديا عموما مهاره اساسيه. كمان الكرياتيفيتي او الابداع، في اتنين بيبيعوا نفس المج، زي واحد كتب معاه كونتنت جذب الناس لي، شدوا لي، قال مثلا المج ده بيدفيك في الشتاء لما تحط فيه كاكاو ومش عارف ايه، واحد تاني مج للبيع ب 50 جنيه. في فرق بين الاثنين، الكونتنت بيحرك، او الابداع في التعبير عن الحاجه او توصيلك للخصائص بتاعه المنتج بتاعك مهم، لانه بيحرك الايموشنز عند الناس، فبيخليها تشتري، تحرك مشاعر الناس ناحيه منتجك. فده مهم انك تتعلمي عن الابداع، وانك تفكري بشكل ابداعي. طبعا الحسابات بقت حاجه مهمه، انك انت ترتبي حساباتك كويس، بتشتري الحاجات بكام، انت بتشتري الحاجه بكام وبتبيعها بكام، وهكذا. واخيرا الشحن، لازم عندك حد، تعاقد مع حد في الشحن، لان دلوقتي انت قاعد في البيت، اغلب الحاجات اللي بتشتغل عليها او بتبيعها كلها بتشحن لمحافظات او لجوه القاهره او مش عارف ايه. فمهم ان انت تكون على درايه بشركات الشحن في مصر، تسمع الاوفرز بتاعتهم، تختار احسن اوفر بالنسبه لك وتشتغل عليه. والله انت بتعرض اسعارك على النت، قلت مثلا الشحن ب 50 جنيه ب 100 جنيه، حد عاجبه السعر ده هيشتري منك، ما حدش عاجبه مش هيشتري، انت بتعرض وبتسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. طبعا المهارات ديت ان شاء الله بقى لما بتبتدي تكبر خطوه بخطوه، ومشروعك يكبر معاك، بتبتدي بقى توزع المهام دي على ناس مختلفه، وانت بتتفرغ للاداره، وتبقى تاخد الفلوس دي تلف بيها العالم بعد كده. لكن مهم جدا انك في الوقت الحالي لو انت لوحدك، انك تكون متعلم المهارات دي. ومعلش في وقت فراغك كده اتعلم حاجه عن كل حاجه من الحاجات دي، لانها مهارات بقت اساسيه. ما بقاش ينفع انك ما تكون ما بتعرفش تصور، وما بتعرفش تعمل جرافيك ديزاين، وما بتعرفش تسويق. الحاجات دي بقت اساسيه للسمول بيزنس او للهوم بيزنس او للحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي. طبعا في حاجه صغيره جدا، بدل ما انت هتعمل بيزنس بلان ومش عارف ايه وبتاع، الكلام ده كبير قوي على انك بتعمل بيزنس في البيت، وانت ممكن تكون مش هتعرف تعمله دلوقتي، ومش هتعرف تجيب حد محترف يعمله لك. لو في حد يقدر يساعدك فيه يا ريت، لكن لو مفيش ممكن تعمل حاجه اسمها بيزنس موديل جنريشن، يا ريت تسرشوا عليه، بيزنس موديل جنريشن، او ابتكار نموذج العمل التجاري، اسمه كده برضو بالعربي، سرشوا عليه واعرفوا ده ايه، واعملوه على البيزنس بتاعكم. اتمنى يكون ده هيقدر، يعني اتمنى يكون شويه النصايح دي هتساعدكم شويه ان انتوا تتقدموا بالبزنس بتاعكم للامام،
وزي ما احنا مستمرين انا ما قطعتش تشجيع المبدعين، بس انا يعني خلاص انا هلغي يوم التلات، بعتذر، هنخلي يوم الجمعه بس، لان يوم التلات بيبقى في نص الاسبوع غالبا ما حدش بيكون شايف البوستات قوي، فخلونا يوم الجمعه بس، وان شاء الله هنرجع من الجمعه الجايه نركز قوي مع الناس ونشجع الناس، فربنا يكرم. عايز كل الناس اللي اتفرجت على الفلوج دي ان هي تقرر انها تغير شكل البيزنس بتاعها لو هم بيعملوا بيزنس في البيت، اعمال فنيه وبيبيعوها. السلام عليكم. السلام عليكم.